إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. موجز لأهم الأخبار الرياضية، أهلا بكم. يستعيد الدفاع الحسني الجديد لاستقبال نظيره نهضة بركان غدا الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المغربي للمحترفين. ونستعرض أبرز الدوافع التي تزيد من إثارة المباراة بين الفريقين على النحو التالي. يبحث الدفاع الجديد ونهضة بركان عن انطلاقة قوية بعد استكمال الدوري المغربي بعد النتائج غير المستقرة التي سجلها كل فريق. وأهدر نهضة بركان عدة نقاط قبل توقف الدوري بسبب أزمة كورونا، ولم يسجل الانتصار في آخر 7 مباريات، وتراجع لمركز الرابع برصيد 34 نقطة. أما الدفاع الحسني الجديد يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وهو مركز لا يوازي طموحات الفريق الذي اعتاد المنافسة على المراكز المتقدمة. ويبحث كل فريق عن تسجيل نتيجة إيجابية في لقاء الغد لتفادي ضياع النقاط. يواجه طارق سكيتوي مدرب نهضة بركان وجمال الدين أمان الله مدرب الدفاع الحسني الجديد تحديات قوية، ويسعى كل مدرب إلى ترك بصمته مع الفريق حيث تبقى التجربة مختلفة. ذلك أن طارق سكيتوي يقود لأول مرة فريقا ينافس على اللقب، أما جمال الدين يخوض أول تجربة له كمدرب أول، والفرصة تكون أمامه لترك بصمته والرفع من اسمه. يملك الدفاع الجديد ونهضة بركان أفضل دفاع في الدوري المغربي للمحترفين، واستقبل نهضة بركان 15 هدفا، كما استقبل الدفاع الجديد 16 هدفا. ويبقى مركز الدفاع نقطة قوة كل فريق، ويسعى كل طرف أن يستفيد من ذلك في لقاء الغد. ويقود دفاع الفريق الدكالي كولمن يوسف أجردوم ومروان هدهودي. أما الفريق البرتقالي يعول على القائد محمد عزيز وعمر النمساوي. مجد يحييكم وإلى اللقاء. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.